أعلن مصرف سوريا المركزي أنه مستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ كل الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية. وأكد المصرف في بيان له استمراره أيضاً بمتابعة ومعالجة كل العمليات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار سعر الصرف. وكان المصرف المركزي أعلن الأسبوع الماضي عن استمراره بفتح قوات الصناديق لديه خلال فترة عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة لسداد مستحقات العاملين من الرواتب والمنحة. جهز فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء نحو 750 دنماً من الأراضي في مواقع مختلفة بمناطق المحافظة بهدف استثمارها في زراعة المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة فيها. وأوضح مدير الفرع المهندس شوقي أشتي أن المساحات تم تجهيزها بما يخدم زيادة الإنتاج، وشملت أراضي في الرحى وصلخت والعفينة. ويشكل مشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر في محافظة السويداء خطوة مهمة لخدمة عملية التنمية الزراعية وتحسين مجال الاستثمار في القطاع الزراعي. أعلنت وزارة المالية الروسية أن الحد الأقصى الممكن حيازته من اليوان الصيني في صندوق الثروة الوطنية قد تضاعفت إلى 60% في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إعادة هيكلة صندوقها الاستثماري لتقليل الاعتماد على عملات الدول الغرب في ظل تفاقم التوترات فيما بينها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن نصف دول الاتحاد الأوروبي ستنزلق إلى الركود بسبب أزمة أوكرانيا. ونقلت وكالة تاس عن جورجيفا قولها إن دول الاتحاد الأوروبي عانت بشدة بسبب الأزمة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن نصف هذه الدول ستنزلق نحو الركود الاقتصادي. ولفتت جورجيفا إلى أن الصندوق يقدر أن ثلث الاقتصاد العالمي سيكون في حالة ركود في العام الجديد.